الظهير مع أحمد حسن من العربية. صالة التحرير. صالة التحرير. تحية من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بكم أنتم دائما مع الظهيرة من العربية FM. ووصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية صالة التحرير. صالة التحرير اليوم تستضيف الزميل أنطوان خليل عون، رئيس التحرير بدائرة البرامج في قناة العربية أو شبكة العربية بالأحرى، وهو سيستعرض معنا سلسلة البرامج التي سيقدمونها خلال هذا الأسبوع. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. كالعادة يعني لديكم مجموعة كبيرة ومتنوعة الحقيقة جديدها، وأيضا السلاسل التي تستكملونها. نبدأ بماذا برأيك؟ نبدأ ببرنامج روافد الذي يعرض يوم الجمعة الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي، 6:30 نعم بالتوقيت السعودية. نعم. من ضيف هذه الحلقة؟ هل هو ضيف جديد أم متابعة لضيوف سابقين؟ لا، إنها ضيفة جديدة من الإمارات، الفنانة التشكيلية سلمى المري، وهي تعد بحثا تحت اسم حكاية الأرض. نعم. استغرق منها ثلاثة، هي فنانة تشكيلية وتعد بحث. نعم. بحثا تشكيليا أم بحثا يعني له؟ يبدو طبعا تاريخيا، لأنها تود أن تنقل من خلاله تاريخ الإمارات. نعم. طبعا هذا البرنامج واحد من البرامج القديمة في قناة العربية، ويقدمه أحمد علي الزين. نعم. هناك إعادات. الإعادات أظن تعاد الجمعة، أو بالتأكيد يعاد الجمعة 11:30 بتوقيت غرينتش، أو 8:30 بالتوقيت السعودي. يعاد أيضا السبت 8:30 بالتوقيت العالمي، والاثنين 2:30 بالتوقيت العالمي. وعلى المستمعين الكرام أن يخصموا 3 ساعات من التوقيت العالمي، أو يضيفوا 3 ساعات للتوقيت العالمي فتصبح بالتوقيت السعودي. ننتقل إلى البرنامج التالي أنطوان. ماذا صناعة لديك؟ الموت. صناعة الموت. نعم. صناعة الموت يبث الجمعة 6:30 مساء بالتوقيت العالمي، 9:30 بتوقيت السعودية. نعم. سيكون هذه المرة عن الاغتيالات التي حصلت في البصرة بعد الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة الجنوبية الفقيرة. هل لهذه الاغتيالات علاقة بالاحتجاجات واختيار هذه الشخصيات؟ وهذه الاغتيالات لم تبقى في البصرة، إنما طاولت أيضا بغداد، ومنها كانت الملكة جمال بغداد. نعم. التي أثار مقتلها ضجة عالمية، وليس فقط ضجة في العراق. فهناك إضاءة على هذا الموضوع لنرى ما هو الرابط. نتوقع أيضا أن يكون هناك بحث وراء من يقف وراء هذه الاغتيالات التي أخذت شكلا ممنهجا في الواقع. صناعة الموت يعاد السبت في عند منتصف النهار والنصف بتوقيت غرينتش، أو 2:30 بالتوقيت السعودي. يعاد أيضا 2:15 أو 4:15 بالتوقيت السعودي، والأربعاء 12:15 بالتوقيت العالمي، مع إضافة 3 ساعات ليصبح بالتوقيت السعودي. ننتقل إلى البرنامج التالي أنطوان. الذاكرة السياسية. الذاكرة السياسية هو أنت فارسه يعني. شكرا. هل هو متابعة لإحدى الشخصيات التي تحاورونها أم شخصية جديدة؟ نعم، إنها الحلقة 4 من سلسلة خماسية. نعم. أنتم تتابعون مع محي الدين عميمور. نعم، وزير الثقافة والاتصال السابق الجزائري. ما جديد هذه الحلقة؟ جديد هذه الحلقة التي تبث الجمعة 7:30 بالتوقيت العالمي، 10:30 مساء بتوقيت المملكة، أنه
سيفصح عن سر لأول مرة بأن الوزير الرئيس الأسبق بوميديان تلقى من أحد الزعماء العرب عن طريق وسيط أوفده إليه رسالة تحذيرية مفادها أنه سيتم اغتياله بطريقة غريبة غير مألوفة، وهو بالفعل ما حصل لاحقا، لأن سبب وفاته في سن 46 وتقديم تقرير طبي فيما بعد على أنه أصيب بمرض يصيب عادة من هم فوق 60 والسبعين أثار يعني أثار تكهنات كثيرة، وجعل الوزير عميمور أيضا في الحلقة السابقة يطالب بالكشف عن الجثة لمعرفة ما إذا مات توفي كما توفي عرفات بالتسميم. هل هذه الحلقة هي الأخيرة لمحي الدين عميمور أم أن هناك حلقة خامسة؟ لا، قلت أنها الرابعة من خماسية. الرابعة من خماسية، عفوا. أود أن أضيف شيئا مهما بالنسبة للمستمعين السعوديين، بأنه في هذه الحلقة سيتم عرض للعلاقات الجزائرية السعودية ولأجواء زيارة الملك فيصل إلى الجزائر. نعم. قبل أن نغادر الذاكرة السياسية، لماذا تعاد مرتين فقط مع أنها جديرة بأن تكون ثلاث مرات كغيرها من برامجكم؟ كانت تعاد ثلاثة وأربع مرات. نعم. يبدو هناك أولويات في جدول. أيضا أنا تابعتها تبث على الحدث. نعم. إعادتها، أنت قلت أنها تبث الجمعة 7:30 بالتوقيت العالمي، تعاد الاثنين 12:30 بالتوقيت العالمي أو 3:30 بالتوقيت السعودي، والأربعاء 1:30 بالتوقيت العالمي. ماذا في جعبتكم الوثائقية أنطواري؟ لدينا على يومين الجمعة والسبت يعني موضوعان مختلفان. في يوم الجمعة 8:00 بالتوقيت العالمي، 11:00 بتوقيت السعودية، نتابع الجزء الثالث والأخير من سلسلة عن تاريخ قطر، الصراع على السلطة. ويوم السبت في التوقيت نفسه نتكلم عن عشق العمليات السرية، حيث تتهم دولة قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. ما السر وراء سلوك قطر الغامض وما هي الحقيقة؟ نعم، أعتقد أن الوثائقيات تعاد مرة واحدة فقط يوم السبت. يوم السبت، نعم، يوم السبت 12:05 12:05 بالتوقيت العالمي، اللي هو 3:05 بالتوقيت السعودي. هل ننتقل إلى محمود الورواري ومنارات؟ ماذا لديه هذا الأسبوع؟ قبل منارات نود أن نتكلم عن محطات. نعم. محطات يبث السبت 3:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 3:30 بتوقيت السعودية مساء. لدينا ثلاثة مواضيع. الموضوع المهم من السعودية هو عن النقوش الثمودية لشخصيات عاشت قبل آلاف السنين في مدينة جبة في السعودية. ولدينا موضوع من الأردن، يلا على الأردن، مبادرة شبابية لتعزيز مفهوم السياحة، وعاصمة الياسمين، فخر الصناعة المصرية لأجود أنواع العطور في مصر. نعم. هذه بالنسبة لمحطات التي تعاد السبت 11:30 مساء بالتوقيت العالمي، أو والأربعاء كذلك 12:30 بالتوقيت العالمي، أو 5:30 بالتوقيت السعودي. نعود إلى منارات. منارات يبث السبت 5:30 مساء بالتوقيت العالمي، 8:30 بتوقيت المملكة، وهنا الجزء الثاني من اليسار الإسلامي. هل يعترف أصحاب هذا التيار بفشل مشروعهم؟ وهل السبب مرده إلى التيار نفسه أم إلى أسباب أخرى؟ هذا ما سيعرض له الورواري في منارات هذا السبت. طيب، هل هناك ضيوف محددين في هذه الحلقات أم أنهم مجموعة من سابقا كان الورواري يستضيف ضيفا واحدا. في الشبكة الجديدة أصبح يستضيف أكثر مجموعة من الضيوف، يعني الموضوع يصبح هنا هو المحور يعني. نعم. نعم. وماذا، ما هي المهمة الخاصة هذا الأسبوع من أين يا أنطوان؟ مهمة خاصة
عن موسم الجفاف. كما تعلمون أستاذ أحمد بسبب الاحتباس الحراري معظم دول العالم بدأت تتغير فيها المناخ، والدول التي تعاني من الجفاف كالقارة السمراء تعاني أكثر من غيرها. نضيء هنا على بوركينا فاسو وبعض دول أفريقيا عما تعانيه، كيف أصبحت يعني أكثر الحياة فيها أكثر صعوبة مع الجفاف وغيره، ونبرز أمر إيجابي كيف يتعاطى هؤلاء الناس وكيف يخلقون من الضعف قوة كي يستمروا. إذن حلقتنا في مهمة خاصة من بوركينا فاسو هذا الأسبوع. نعم، السبت الساعة 6:30 مساء بتوقيت غرينتش، 9:30 مساء بتوقيت السعودية، إعادتها الأحد 1:30 التوقيت العالمي، الاثنين 16:05 بالتوقيت العالمي، والجمعة 6:30 بالتوقيت العالمي، أو 9:30 بتوقيت السعودية. الحقيقة يعني خريطة عامرة ووافرة أنطوان هذا الأسبوع من برامجكم. كل الشكر للزميل أنطوان خليل عون رئيس التحرير بقسم البرامج في شبكة العربية، ونلتقيك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا أستاذ. شكرا.